السلام عليكم. الدرس السادس من دورة البايثون. الدرس إن شاء الله حيكون عن القوائم الليست. أول شيء، شو هي القوائم؟ القوائم عبارة عن متسلسلة تحتوي على أنواع مختلفة من البيانات. مثل ما حكينا الدرس الماضي، متسلسلة يعني فينا نوصل لأي عنصر منها عن طريق الدليل، طبعا مثل السلاسل المحرفية. أول شغلة، كيف بدي أعرف قائمة؟ تعريف القائمة هو تقريبا مثل تعريف المصفوفة بالبايثون. هي أصلا القائمة تشبه كتير بالبايثون، تشبه كتير المصفوفة بالسي بلس بلس. عندي إكس تساوي 1 2 3 4، طبعا بدي أحطها أول بأقواس مصفوفة. فيني طبعا حط المحتويات، ممكن تكون أحرف، ممكن تكون أرقام، ممكن تكون أحرف وأرقام، ممكن تكون ايش يعني، حتى ممكن تكون مصفوفة حتى بقلبها. اللي بيميز القوائم انها قابلة للتعديل، مو مثل السلاسل المحرفية. طبعا فيني انا اعدل، بحط انا الدليل للعنصر اللي بدي اعدله، بحط قيمته الجديدة عادي، ما في اي مشكلة. تتبع القوائم، طبعا مثل السلاسل المحرفية فينا نتبع القوائم عن طريق حلقة فور. فور اي ان رينج لين اكس، طبعا لين طبعا بيشتغل على القوائم كمان مثل ما بيشتغل على الليست. بيعد لي قيمة ال بيعد لي عدد احر بيعد لي عدد العناصر القائمة اللي بعت له اياها. فور اي ان رينج لين اكس، فبرنت اكس اي حيطبع لي كل شيء عناصر موجودة بالقائمة، او عن طريق تعليمة الان فور اي ان اكس برنت اي. طبعا مثل السلاسل بالضبط، الاي هون بتكون عبارة عن العنصر، يعني كل عنصر من عناصر القائمة، ما بتكون دليل، يعني هون بتكون دليل وهون بتكون عنصر. العمليات على القوائم، فين طبعا البايثون بيوفر عمليات فينا نسويها على القوائم مثل الجمع والضرب. طبعا هون مو تفكروا انه جمع مثلا اجمع التنتين انه يجمع لي كل الرقم الاول للرقم الثاني، لا، بيجمعهم فبيحط لي اياهم التنتين بمصفوفه واحده، بيساوي لي اياهم. يعني بتصير قائمه جديده عندي، سي تساوي اي زائد بي، سي صارت العناصر الاولى مع عناصر الثانيه. هلا عندي عمليه الضرب. عمليه الضرب هون هي التكرار، يعني مثلا اول شيء لازم احط له الشيء اللي بيكرر العنصر بدي يكرره بين قوسين مصفوفه، بعدين بحط ضرب عدد المرات اللي بدي اياها. يعني مثلا بدي الصفر 4 مرات بمصفوفة، فبحط الصفر انا بين قوسين مصفوفة وبضرب بأربعة، فبيطلع الناتج عندي مصفوفة من 4 عناصر اللي هي الصفر. طبعا فيني احط انا اكثر من عنصر واحد، يعني 1 2 3 3 عناصر عندي هون، ضرب 3 فكرر لي اياهم 3 مرات. طبعا كمان فيني القوائم في بتتبع عملية سلايسينج، التقسيم مثل السلاسل المحرفية بالضبط ونفس القواعد. مثلا عندي هاي، فبدي انا من الواحد للثلاثة، فطبع لي انا من العنصر واحد للاثنين. طبعا بحط البداية والنهاية، اذا ما حطيت البداية فبيبلش من بداية القائمة، اذا ما حطيت النهاية حيكمل لنهاية القائمة. توابع خاصة بالقائم. قبل ما اشرح توابع خاصة بالقائم، حابب اشرح فرق بين الفانكشن والميثود. شو الفرق بين الفانكشن والميثود؟ هو الفرق ان اثنيناتهم تقريبا نفس الشيء، بس اللي بيختلف بينات بعض ان اثنيناتهم توابع، بس بيختلف عن بعضهم طريقة ارسال البيانات، طريقة ارسال الارجيومنتس الوسطاء. بالفانكشن مثل ما بنعرف نكتب اسم الفانكشن بعدين بنحط الوسطاء بين قوسين بعد اسم الفانكشن، بس بالميثود لا، بنحط اسم الوسيط بعدين نقطة بعدين اسم التابع اللي بدنا نطبقه. يعني هي الطريقة بتشبه كتير إلى حد كبير طريقة استدعاء التوابع بالكلاسات بالسي بلس بلس. إذا بدي استدعي التابع أنا، فبحط من كلاس معين، فبحط اسم ال بحط اسم الأوبجكت بعدين نقطة اسم التابع اللي بدي إياه. هلا التوابع الخاصة بالقوائم هي أغلبيتها فانكشنز، حنشرح بعض منها. عندي أول تابع هو الأبند. هذا التابع الابند هو عبارة عن إضافة عنصر، بعطيه أنا أول شيء القائمة اللي بدي إياها، بعدين بعطيه عنصر بيضيف لي إياه بأخير هي القائمة. يعني مثال عندي هي القائمة، بحط a dot append 4، فحط لي الأربعة بأخر هي القائمة. في عندي تابع تاني هو الاكستند. اكستند هو نفس الابند بالضبط، بس بدال ما ابعت له عنصر واحد ببعت له قائمة كاملة، يعني بحط لي قائمة بأخر قائمة تانية.
مثال عندي القائمة بي 5 6 7 فبحط a dot extend b فجمع لي اياهم مع بعض حط لي البي اخر شيء. عندي تابع السورت هو تابع ترتيب بيرتب القوائم تصاعديا. اذا بدي تنازلي اول شيء كيف الترتيب التصاعدي بيكون t dot sort بيعدل لي على المصفوفة نفسها بيعمل لي لهم ترتيب. اذا بدي ارتب تنازلي بكتب كلمة reverse يساوي true يعني العكس يساوي انه بدي اياها معكوسين فبرتب لي اياهم ترتيب تنازلي. عندنا هلا التابع بوب، شو هذا التابع بيساوي؟ هذا التابع بيعمل لي ريموف لاخر عنصر موجود بقائمة وبيرجع لي قيمة العنصر اللي حذفه. يعني مثال عندي الاكس تساوي تي دوت بوب، اول الشيء اذا طبعت التي بلاقيها محذوفة واذا طبعت الاكس بلاقي العنصر اللي محذوف معي، يعني هذا حذف مع إعادة قيمة المحذوف. في عندي تابع تاني اللي هو ديل، هذا مو عبارة عن ميثود، هذا تابع عادي بحط له بدي يكون معي أنا اسم، لا بدي يكون معي دليل العنصر اللي بدي أحذفه لحتى أقدر أحذف. يعني فيني أحذف من أي مكان بس لازم أبعت له الدليل العنصر اللي بدي أحذفه. فمثلا ديل تي صفر فبرنت تي فطبع لي إياهم ومحذوفين أول واحد. تابع الريموف، طبعا تابع الريموف هون ببعت له قيمة العنصر اللي بدي احذفه وبيقوم بيحذف لي اياه، ما بعطيه دليل ولا اخر واحد، بيكون بعطيه قيمة العنصر اللي بدي احذفه فبيحذف لي اياه، بدور عليه بعدين بيحذفه، ما بيعد لي قيمة طبعا. في عندي تابع هلا الليست، شو هو التابع هذا؟ هو تحويل سلسلة محرفية الى قائمة. يعني عندي سلسلة محرفية انا مثلا اس تساوي سبام سي سترينج، هلا تي تساوي ليست اس فراح حول لي هي لقائمة. شوفوا شلون، طب اذا عملت تي طبعتها بيطلع لي الخارج معي بيطلع قائمة. هلا في شغلة صغيرة قبل ما بحب اقولها قبل ما اجرب هدول التوابع، عندي التوابع هدول الخاصة بالقوائم شو ميزتها؟ ميزتها انه بتعدل اغلبيتها بيعدل على المصفوفة نفسها اللي بعت له على القائمة نفسها. يعني مثلا هون الابند ما سوى لي قائمة تانية والله، لا راح اضف لي على القائمة الاساسية تبعي. الاكستند كمان نفس القصة، عندي السورت كمان بيرتب لي القائمة اللي بعثت له اياها نفسها، يعني عم يعدل بالقائمة نفسها اللي عم ابعتها، ما عم يرجع لي اي قيمة. عندي البوب كمان عم يحذف لي من القائمة نفسها اللي بعثت له اياها، طبعا هون عاد لي قيمة العنصر المحذوف. الديل كمان نفس القصة والريموف نفس القصة، بينما الليست لا، هون هو صحيح عم يحول بس عم يحطهم بتابع بمتغير تاني، يعني لساتها السترينج عندي مثل ما هي. لهيك لازم انتبه لما اتعامل مع هدول التوابع اعرف انه عم يعدل على القائمة الأساسية تبعنا، فبدي انتبه كتير لهذا الموضوع. خلينا نجرب هدول التوابع تجربة سريعة. أول شيء هو نفترض x يساوي 2 3، خلينا نجرب تعليمات الطباعة. أول شيء for i in x print i طبع لي اياهم، طبعا نفس الطريقة إذا حطيت lin x مثل ما حكينا نفس الشيء بالضبط. في عنا عمليات السلايسينج، يعني مثلا x من البداية وحتى العنصر واحد فطبع لي اول شيء البداية لانه العنصر واحد يبقى هو رقمه اللي هو القيمة 2 وحيوقف قبلها فما حيطبع لي غير اول قيمة. نفس الشيء طبعا بالنهاية اذا حابب مثلا من الصفر او من الواحد وحتى النهاية فطبع لي الاثنين والثلاثة. خلينا نجرب هدول التوابع اللي حكينا عنهم قبل شوي، مثلا x dot append 3 نطبع ال x فبنلاحظ ضف لي الثلاثة آخر شيء. ال extend x dot extend طبعا مثل ما حكينا لازم نمرق له قائمة تانية، يعني ما بصير نمرق له أرقام، لا بين أقواس قوائم نطبع الاكس مرة تانية نلاقيها نضافه. تابع السورت كمان نفس القصة، خلينا هيك مثل ما حكينا ترتبت القائمة نفسها.
هلا في عنا الباقي البوب والريموف والديل، خلينا نرجع نجربهم. مثلا اكس دوت بوب، شايفين راح رجع لي القيمة اللي حذفها اللي هي 3، حذف لي اخر عنصر من القائمة. هلا اذا برجع بطبع الاكس فبنلاحظ انه نقصت اخر عنصر. كمان اذا حابين نرجع نكرر العملية، كمان حذف لي اخر عنصر، شايفين كيف رجع حذف لي. هلا مثلا الديل، ان الديل مو عبارة عن مو ميثود، فانكشن عادي، فبس بنقول له ديل اكس، نبعت له بدي مثلا احذف اللي دليله 1. لاحظين كيف حذف لي اياه، حذف لي الرقم 1. الريموف مثلا اكس دوت ريموف، ونفترض 3 اكس، لاحظين حذف لي الرقم 3. هلا مثلا اس يساوي مثل ما حكينا المثال سبام، ال يساوي ليست اس، نطبع ال، حول لي اياهم لقائمة. هدول توابع، يعني اكثر شيء تقريبا هدول اكثر توابع بنستخدمهم بالقوائم. هذا كل شيء لدرس اليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا، نلتقي الدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم.